في ساحة التحرير وسط بغداد، هنا يصر المتظاهرون على جعل كل شيء متاح. الرغبة بالاستمرار تدفعهم إلى ابتكار وسائل متعددة تساعدهم على المطاولة والبقاء، وانطلاقا من قاعدة خير الناس من نفع الناس، دشن عدد من المعتصمين صفا دراسيا لتعليم الأميين قواعد القراءة والكتابة. مرحبا. أهلا وسهلا. بداية عرفنا بنفسك. أبو عباس. كم عمرك أبو عباس؟ 40. طيب شنو اللي خطر لك إنه بهذا العمر تجي وتتعلم الأحرف وتتعلم القراءة والكتابة؟ يعني شلون خطر لك هذا الموضوع؟ ليش قررت إنه بهالوقت وبهالعمر تتعلم؟ إحنا جايين على قضية، والقضية مالتنا إن شاء الله ناجحة، بأن إحنا مو جهلة، احنا ناس نتعلم ونبقى نتعلم. امير خالد من بغداد. جينا هنا مظاهرات ندوري عن اصلاح، نريد وطن، حقوقنا، وهواي عندنا مشاغل، يعني ما جتنا فرصه نقرا ونكتب ونتعلم منها. يعني احنا مو جهل، احنا طالعين على يعني هدف، وهاي فرصتنا جينا نتعلم بجهودهم. نريد وطن هو الشعار الذي يحرص المعتصمون في بغداد على ترجمته إلى أفعالنا، في إشارة منهم إلى أنهم قادرون على توظيف مهاراتهم في ترميم الدولة التي بقيت بلا ملامح طيلة أكثر من 16 عاما على التغيير. إنهم يحاولون هذه المرة أن يجعلوا من القراءة طريقا سهلا لملامسة أحلامهما بالوطن الجديد. أنا المتظاهرة أم محمد، صار 3 أشهر تقريبا، دخلنا على الشهر الثالث نهايته، متظاهرين سلميين الحمد لله والشكر. جينا هنا ندعم طبخ وشغلات، فقررنا نستغل الفرصة بأنه نتبنى هاي البناية، كانت عبارة يمكن صورتوها عن خرابة، صبغناها بجهود الولد والمتظاهرين، سويناها مدرسة المحوة الأمية. مدرستنا مدرسة 25 أكتوبر لمحو الأمية، فتحناها بمجهودات فردية وذاتية ودعم ذاتي من البطلة هنا أم أحمد، متطوعة كانت من أول يوم، وهنا الولد صالح صاحب الفكرة، وأنا معلمة متطوعة ورسامة، رسمنا المدرسة، احنا الفنانين جبنا المواد من عندنا وسمنا المدرسة، والولد جهود الولد نظفوها وعتبوها. تقدم الدروس في هذه المدرسة بحسب أوقات فراغ طلبتها، فبعد أن ينتهوا من تحضير الطعام للمحتجين أو يطفئوا الدخانيات وينظمون مسيرات ووقفات يطالبون بها بالإفراج عن المختطفين أو للتذكير بمطالبهم التي خرجوا لأجلها هم وشهدائهم. بعدها يذهبون ليتعلموا كيف تخط حروف الحرية. ألف باء تاء ثاء، حروف قرر معتصمو التحرير أن يتعلموا رسمها ومعانيها ليحولوا ثورتهم إلى ثورة فكرية ضد الجهل والظلام، ولكي يخطوا بأيديهم انتصاراتهم وشجاعتهم ويزينوا رايتهم باسم الله أكبر. من بغداد رفع العزيز الرشيد.